فكرتيني انا ندور على طبق واحد البيت. اذا السلام عليكم متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد. احنا الان كنتواجدوا في مدينه الدار البيضاء، وبالضبط عند هذه العائله اللي هما مساكن يعني زمان قراهم. اختي انت مباشره على قناه شوف تي في، حاولي تعاودي لنا المشكل من البدايه، يعني مني توفى الاب ديالكم لدابا، وكيفاش قاصات مسكينه الام ديالكم عليكم. ومن بعد عاودي لنا المرض اللي عندها وعند الاخ ديالك مسكين، وشنو كطلبي من المحسنين. تفضلي اختي. السلام عليكم. انا كنطلب الله والمحسنين يعاون معانا، حنا كنعانيو بظروف قاصحه. الله يجازيكم بخير. انا كنعاني من اللي توفى الوالد ديالي، ظروف قاصحه. الوالده مريضه ورجليها كتمحن، والاخ ديالي مريض مرض نفساني، وانا اللي خدامه باركه. الله يجازيكم بخير. حنا كنمروا ظروف قاصحه، بغيتكم تعاونوني. حاول توصل للناس الظروف ديالك، لأن حاول عاودي المعاناة ديالكم، الظروف انا ديالكم كنعاني ملي توفى الأب ملي ديالك. توفى الوالد ديالي، وانا كنعاني وكنقاسي. الله يجازيكم بخير. انا كنطلب الله المحسنين يعاونونا. يعني ملي مات الأب ديالك شكون اللي هزكم؟ كانت الوالدة هي كتعاوننا وانا كنت كنعاونها، ولكن الوالده دابا جالسه كبرات مسكينة، كبرات وما عندها الصحه وما عندها حتى حد اللي يعاونها. والاخ اللي خصو يعاون حتى هو راه مريض، حتى هو خصو الدواء ديالو، وانا راه خدامه وراني باركه. الله يجازيكم بخير. كنطلب من الله والمحسنين يوقفوا معانا. واخا اختي تجمع عليكم داكشي الكريديات ياك، خاصنا باش نخلصوا الكرا، والظروف قاصحه، المعيشة قاصحة، ما عندناش باش نخلصو الكرا، ما شحال من عندناش شهر؟ 3 شهور. واخا الأم ديالك مسكينة هي مريضة، يعني خاصها الأم الدواء ديالي خاصها مريضة، العلاج. خاصها الدواء، ما كتقدرش تزيد ركابيها، ما عندهاش، ما كتقدرش تزيد. الظروف، حنا بظروف قاصحة. كان عندنا البيت كله تخرب، انتوما كتشوفوا كله مخرب. هاد البيت كاريين اكارين، وحنا اكارين، ما عندناش سكن. واخا دابا عايشة انتي والأم انا ديال، والام ديالي والاخ ديالي. يعني شكون كيصرف عليكم؟ انا دابا انا اللي كنصرف عليهم. انا باركه ما خدامش. فاش كنتي خدامة؟ كنت خدامه بشي مدرسه، ولكن دابا بركده. واخا اختي شنو كطالبي من المحسنين؟ انا كنطلب من الله تعالى والمحسنين يعاونونا في هاد الظروف. هذا كنمر بظروف قاصحه، وشكرا. واخا شحال مرة التليفون اختي؟ 06 57 36 66. سمح لي عاودها، ماشي مشكل، عاودها. 06 97 36 67. واخا الأم اللي بغيتي الوالدة تقولي شي كلمة، بغيتي تدافعي شي، عطي الوالدة دي مسكين. قول لها الوالدة عاودي شنو معاناتك. السلام عليكم. الله يجازيكم بخير، الله يسهل عليكم أصحاب، تكونوا معنا إن شاء الله يا ربي. الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير. أنا راه مريضة برجلية، ما قدرت نزيد، ما تنقدرش نوقف إلا ما جلست فوق السدة، ما نجلست في الأرض ما والو. الله يرحم الوالدين، الصلاة نصلي غير جالسة. الله يجازيكم بخير، الله ييسر لكم الأمور إن شاء الله. تنطلبوا الله سبحانه وتعالى من أمكم إن شاء الله الخير. صافي.